السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نتكلم في تاني محاضرة من محاضرات مراجعة العملي الفرقة الثالثة، وإحنا ضمينا فيهم حاجتين ممكن يبقوا قريبين في الشكل تحت الميكروسكوب، هما الـ segments and tissue sections. برضو نفس الكلام الـ IE بيقول بتاعتنا just إن أنا هعمل identification للمورفولوجيكال forms بتاعة الباراسايتس. أول حاجة ممكن أشوفها منظر سلايد عبارة عن أكتر من سيجمنت كده تحت بعض لونهم بامبا، لكن فيهم حاجة كاركترستيك قوي اللي هي دي، في لون زي الورداية لونها بني جوه السيجمنت البامبا دي. المنظر ده اليوترس بتاع الدايفيلوبوستريوم ليتم. ممكن أشوف منظر برضو سيجمنتس تحت بعضها، بس ما شفتش المنظر ده، ما شفتش منظر اليوترس بتاعة الدايفيلوبوثريوم، لكن شفت حاجتين مكورين دود الأوفري تحتها ماس كده اللي هي الفيتلاين جلاند. المنظر ده تينيا ماتيور سيجمنت، وممكن ده شكل يوضح أكتر. أدي الاتنين أوفري بتاعتها، أدي الفيتلاين جلاند، اليوترس بدأ ياخد شكله اهو، تمام. ممكن أشوف حاجة برضو لونها بامبا، سيجمنتس كتير مش تخينة زي السلايد اللي قبل كده، لكن مستطيلات رفيعة كتير 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 تحت بعض، وبعدين في النص بتاعها شوية حاجات كده متكربسة على بعضها. خلاص، دي الهايمينوليبس نانا ماتيور سيجمنت، ودايما أقول لهم إن نانا نونو، فلأن حجمها صغير هنلاقي كل الجينيتال أورجنز بتاعتها كلامبد على بعض في النص. منظر تاني، مجموعة سيجمنتس تحت بعض، بس المرة دي أنا مش شايفة الأورجنز اللي كانت كلامبد على بعضها في النص، لكن أنا شايفة بعيني أقدر أفرق إن في أربع حاجات محطوطين جنب بعض. الأورجنز مفرودة، دي منيوتا، خلاص اللي فيها حرف الام هتبقى مفرودة، يبقى دي الهايمينوليبس دي منيوتا ماتيور سيجمنت. منظر تاني بسيجمنتد ورم، بس المرة دي ليها كاركتر مش موجودة في أي ورم تانية. أنا شايفة السيجمنتس بتاعتها على الطرفين في حاجتين زي الوردة، الاثنين جينيتال اورجنز. خلاص، الكاركتر دي انا ممكن اشوف المنظر ده او ممكن اشوفها هنا. ادي الوردات اللي على الجناب، دي دايبيليديم كاناينم ماتيور سيجمنت. ممكن اشوف سيجمنت دوار بس مليانه من جوه دواير صغيره قوي قوي، وانس شفت المنظر ده خلاص دي ايدج، وتبقى دي جرافيت سيجمنت. انهي جرافيت سيجمنت فيهم؟ لما الاقيها عامله زي الشجره كده تبقى تينيا جرافيد سيجمنت، تمام. شايفين كل الحاجات اللي هي دي؟ لو دققنا فيها قوي تحت الميكروسكوب هنلاقيها محببه، دي الاكس بتاعتها. ممكن الاقي سيجمنت برضو مليانه اكس، بس المره دي مش مفرعين زي الشجره، هي السيجمنت قريبه لانها تكون مربعه اكتر من انها تبقى مستطيله، يعني نسبه طولها لعرضها قريبه قوي من بعض، وبتبقى صغيرة، وأنا شايفاها تحت الميكروسكوب حاجة مليانة الإج المدورة اهي، وطول قريب من عرض، حاجة نونو كده صغيرة، فتبقى الإتش نانا جرافيد سيجمنت. منظر سيجمنتس ما فيهاش منظر الشجرة، ولكن حاجات مستطيلة تحت بعض كتير كده، وبرده مليانة الراوندد إجز دي مستطيلة، دي منيوتا هايمينوليبس دي منيوتا جرافيد سيجمنت. طيب انا ممكن اشوف السيجمنت طويله كده عامله زي البرميل بارل شيب، وبعدين ما اشوفش لا شجره ولا اشوف سيجمنتس ومليانه اكس، لكن اشوف كور كتير جوه بعضها كده، والكور دي لو انا ركزت فيها هلاقيها محببه لانها مليانه اكس صغيره. الكلمه دي سميناها ايه؟ كبسول،
وده المنظر ليها من قريب، خلاص اللي ليها الكبسول دايبليديم كاناينم جرافيت سيجمنت. طيب دول السيجمنتس، هنتكلم على التيشو سكشن. التيشو سكشن ممكن يبقى في مصل، في مصل عندي ثلاثة بس، حط ديفرنشال دايجنوزس. أول واحدة من المصلز تبقى الانسيستد هيتروفس ميتا سيركاريا في المصل، خلاص مصل فايبرز قدامي، وبعدين منظر الانسيستد ميتا سيركاريا جواه، خلاص. طيب التانية تبقى السيستي سيركا السيليلوزا المصل، مصل تيشو وبعدين جواها ايه؟ لارفة التينيا سوليوم. الجرانيولار لاير اهي كونفوليوتد على بعضها، وده بالكات سيكشن ده شكلها. ممكن بقى الاقي مصل تيشو وجواها حاجات اليبسويدال كده زي دي، وبعدين يا اما الاقي ورم ملفوفه حوالين نفسها، يا اما الاقي ورم ايه متقطعه على حسب السكشن اللي متاخد. يعني دي مثلا ورم اهي ملفوفه حوالين نفسها، لا هنا الورم اتقطعت وانا باخد التشو سكشن. لو قربت في الشكل اهي، ادي منظر الايه الورم اللي جوه الاليبسويدال كبسول. المنظر ده على طول انسيستد ترايكينيلا سبايراليز لارفا ان مصل. طيب ممكن اشوف حاجه ما تبقاش مصل بس تبقى مليانه اير سبيسز، الا ايه في البودي اللي فيه اير سبيسز غير اللنج؟ اللنج اهي عندنا ايه بقى من اللي درسناه بيجي في اللنج؟ الهايداتد سيست. الهايداتد سيست ادي اهو، ده طبعا لانه مقطوع، وادي الهايداتد ساند، يبقى هو جزء من الهايداتد سيست عامل زي المثلث، وبعدين دواير في الكافيتي بتاعته اللي هي الهايداتد ساند، ده هقول عليه ايه؟ هايداتد سيست ان لانج. حدد الاورجن ليه؟ عشان عندنا ممكن ما الاقيش الايه، اشوف انا منظر الهايداتد سيست خلاص المثلث اللي انا عرفت شكله، بس ايه؟ بس المره دي مفيش لانج، دي مش اير سبيس، لكن ده منظر ايه؟ منظر الهيباتوسايتس، فيبقى ده هايداتد سيست ان ليفر. ممكن اشوف حاجه تيشو سكشن، بس المره دي انا مش عارفه ايه التيشو ده، انا لاقي حاجات كده دواير ومليانه نقط جواها، وبعدين في حاجات الى حد ما شكلها كومباكت شويه، وفي حاجه مفتوحه كده ولايند بكولمنر ايبيثيليوم. دي الانتستين ودي التستيس، خلاص، ودي التيوبيولز، وده الكات سكشن اوف اسكارس ميل. لو شفت المنظر ده، يعني انا شفت اه في الانتستين اهيت اللي كانت لايند بكولمنر ايبيثيليوم، بس المره دي التيوبيولز كتير لان هي بتبقى ليها تو سيتس اوف فيميل جينيتالز، فطبيعي ان الاوفاريان تيوبيولز هتبقى كتير. وادي المنظر هنا، ادي الاوفري وادي وادي الاوفاريان تيوبيولز بتاعتها، تبقى دي اسكارس فيميل كات سكشن. كده خلصنا الجزء الثاني من محاضرات مراجعة العملي، وإن شاء الله نكمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.